بالنسبة لأنسيلمو، طبعا أنسيلمو اللي يتحرر في مركز الوسط، لكن رمية التماس الآن نشاهد ونتابع، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، قالوا الله جول وحداوي، هدف لفرسان مكة، قالوا أطلق قذيفة في الدقيقة 17 من شوط المباراة الأول لتسكن في مرمى الحارس عبد الله عبد الباسط، قذيفة إيجالو تعلن تفوق الوحدة، الوحدة فرسان مكة، اشتقنا يا وحدة والله اشتقنا، لكن الزمان مفارقنا، وجد ضالته في هذا النيجيري، إيجالو يضرب، إيجالو بقذيفة أسكنها في مرمى فارس الجنوب، فارس المرمى عبد الله عبد الباسط على الجهة اليمنى الآن في المساحة، تمرير الله الله، أسنسي ساي راح راح، تسديدة الله، أسنسي ساي يعود بفارس الجنوب، يعود بنادي ضمك بعد استغلال الانفراد، الانفراد أمام الحارس عبد القدوس عطية، أسنسي ساي يعرف طريق المرمى، لكن انت عينك على تمريرة إنكودو، التمريرة هي الجول، التمريرة هي الجول، وأسنسي ساي يعرف طريق المرمى، يعرف طريق الشباك بعد تمريرة سنوسي غوساوي، وليس إنكودو صاحب الأسيست في اللقطة الماضية، الله نظر إلى المرمى ثم بعد ذلك وضع الكرة في الشباك ليعلن عودة فارس الجنوب اللي مررها المدافع سنوسي غوساوي، الأسيست كان من سنوسي غوساوي، وبالتالي يعود أسنسي ساي، يعود فارس الجنوب، يعود نادي ضمك بأقدام مهاجمه القامبي، بأقدام القامبي، نقطة تحول في هذه المباراة بعد طرد المدافع نور الرشيدي، الآن ركلة جزاء لمصلحة الوحدة، لمصلحة إيجالو، إيجالو، إيجالو يتقدم، جول الوحدة يحلق في سماء الشرائع وبأقدام إيجالو وبأقدام هذا المهاجم الفتاك الذي يسجل ثاني أهداف المباراة وثاني أهداف الوحدة من ركلة الجزاء، الوحدة يتقدم فرسان مكة مرة أخرى، يتقدمون بثاني أهداف المباراة، إيجالو إيجالو هو من يخطف الأضواء في شوط المباراة الأول وفي ليلة الشرائع، في ليلة فرسان مكة وفي ليلة الوحدة وفي ليلة كعب فيصل فجر يغير اتجاه الكرة إلى عبد العزيز نور، عبد العزيز نور لعيب، عبد العزيز نور مهاري، عبد العزيز نور يمرر الكرة، قالوا قالوا الله الله، الشمعة المضيئة في الوحدة، قالوا هو الشمعة الوحيدة وهو الشمعة المضيئة في الوحدة، افرحوا يا أبناء مكة فقد أتى من يعوضكم على كل السنوات، فقد أتى الهداف، فقد أتى قالوا هاتريك للنصر النيجيري، هاتريك لإيجالو، المكسب الوحداوي الكبير هذا الموسم، إنه إيجالو، إنه يفرح كل الوحداويين ويفرح كل المكاويين ويفرح دونيس، ودونيس يصفق الآن ومعه الجماهير الوحداوية، كرة على الجهة اليمنى عند عبد العزيز نور في محاولة، طبعا عبد العزيز النور النجم السابق للاهلي، عرضيه وحداويه، الله الله الله، كلام كبير يا وحدة مكة، كلام كبير يا فرسان مكة،
العائد مرة أخرى، يأتي الآن كودين. عاد لكم يا فرسان، عاد لكم يا وحدة، الحب يعود مرة أخرى. هو ما الحب إلا للحبيب الأول، يعود الحب الوحداوي مرة أخرى في المباراة الأولى لهذا النجم الذي يأتي ويسجل رابع أهداف الوحدة وأولى أهداف هذا الأسترالي، هذا الأسترالي كودين. يأتي الآن ويسجل رابع أهداف الوحدة، الوحدة شيء كبير يا وحدة، الوحدة يذكر أنصاره بأيامه، بصولاته، بتاريخه، بماضيه، برباعياته، بخماسياته. لكن نادي الوحدة اللي استطاع أن يتفوق الآن، الكرة إلى أنتوليتش، حتى في التسديدة تباطى التسديدة، جول ثاني لضبك، الله على قذيفة وعلى تسديدة قوية جدا، الله على تسديدة من جانب سلطان فقيهي في اللقطة الماضية، تسديدة قوية جدا من خارج منطقة الجزاء، معها نادي ضمك يقلص الفارق، أولا من أنتوليتش ثم بعد ذلك سلطان فقيهي أطلق قذيفة في مرمى الحارس عبد القدوس عطية.